إذا تدخل الرائحة من الأنف رقم واحد وتنقل إلى ماذا؟ وتنقل إلى المخ. لاحظ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم درس من دروس النشاط العلمي، وبالضبط مرجع فضاء النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، درس الحساسية الشعورية لا سنسيبيليتي كونسيونت. دونك غادي ندير معكم هذا الدرس باش نتعرفوا مكونات الجهاز العصبي والحساسية الشعورية. اذا بقوا معايا باش نعرفوا ما هي الحساسية الشعورية وما هو الجهاز المسؤول عنها. اذا لاحظوا، اولا سابدا بالتساؤل وافترض. اذا نقرا واحد النص الانطلاق. نصبت الاسره خيمتها في سفح الجبل للنزهه، فقالت سعاد: انه مكان غير مناسب، اني اشم رائحه نتنه. وكذلك قال اخوها احمد، لكن ليلى انكرت ذلك، فقال لها احمد: ان حساسيتك الشعوريه للشم ضعيفه. اذا هذه الاسره أرادت النزهة، فنصبت خيمة في سفح الجبل، ثم قالت البنت سعاد أن هذا المكان غير مناسب لأن فيه رائحة نتنه، فأكد ذلك أخوها. فجاءت الأخت ليلى فأنكرت ذلك وقالت أنها لا تشم رائحة كريهة، فقال لها أخوها أحمد بأن حساسيتك الشعورية للشم ضعيفة. إذا في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي يمكن طرحه انطلاقا من هذه الوضعية؟ السؤال الذي يمكن طرحه هو ماذا؟ هو ما هي الحساسية الشعورية؟ ما هي الحساسية الشعورية؟ وماذا؟ وما الجهاز المسؤول عنها؟ وما الجهاز المسؤول عنها؟ إذا جوج ديال الأسئلة ديال التقصي. ما هي الحساسية الشعورية؟ إذا هو قال لها حساسيتك الشعورية للشم ضعيفة. إذا ما هي هذه الحساسية الشعورية؟ وفين هو هذا الجهاز المسؤول عنها؟ لأنه إحنا كنعرفوا أن الجسم يتكون من مجموعة من الأجهزة، درستها في المستوى الخامس: الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز البولي، الجهاز الدوراني إلى غير ذلك. مجموعة من الأجهزة التي تدبر عمل الجسم. إذا اليوم غادي نتعرفوا على الجهاز اللي غادي يتحكم لنا في الحساسية الشعورية إن شاء الله. الآن انطلاقا من سؤالي تقصي سنقترح فرضيات. إذا التلاميذ كيقترحوا فرضيات. إذا الفرضيات التي يمكن اقتراحها مثلا الحساسية الشعورية هي مثلا حساسية الشم. الحساسية الشعورية هي التقاط معلومات من المحيط الخارجي. الجهاز المسؤول عنها هو الجهاز العصبي. الجهاز المسؤول عن الحساسية الشعورية هو الجهاز العصبي مثلا. واحد التلميذ مثلا ممكن يقول الجهاز المسؤول عن الحساسية الشعورية هو الجهاز التنفسي مثلا. إذا هي مجرد فرضيات يجب التحقق منها أو من صحتها بإنجاز الأنشطة المبينة في الكتاب المدرسي. إذن أختبر فرضياتي. النشاط الأول: أتعرف مكونات الجهاز العصبي للإنسان ثم أنجز. إذن عندنا واحد الوثيقة، الوثيقة رقم واحد تبين الجهاز العصبي عند الإنسان من ماذا يتكون. إذن نبدأ نجاوب على الأسئلة. سؤال ألف: أبين ماذا تمثل الوثيقة رقم واحد. إذا لاحظوا الوثيقة رقم واحد ماذا تمثل؟ الوثيقة رقم واحد تمثل الجهاز العصبي للإنسان. الجهاز العصبي عند الإنسان. إذا هذا هو الجهاز العصبي والمكونات ديالو عند الإنسان. سؤال باء: أذكر عدد مكونات هذا الجهاز. المكونات ديال هذا الجهاز، لاحظوا الجهاز العصبي هو هذا، مكونات ديالو هما هادو. إذا عدد المكونات هما ثلاث مكونات. هكا أولا عندنا أعصاب، ثانيا عندنا نخاع شوكي، ثالثا عندنا دماغ. والدماغ بدوره كيتكون من ثلاثة ديال الحاجات: المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. فم والبصلة السيسائية. إذا جيم أبين أين يوجد المخ.
لاحظ، إذن هنا لدينا الدماغ يتكون من مخ ومخيخ وبصلة سيسائية. إذن المخ يتواجد بالدماغ وبالضبط داخل الجمجمة. إذن المخ يتواجد داخل الجمجمة. وبالنسبة للنخاع الشوكي، يتواجد أين؟ لاحظ، النخاع الشوكي هو هذا وهذا اللي كاين هنا. إذن هذا شنو هو؟ هذا العمود الفقري، داخل العمود الفقري، داخل العمود الفقري. إذن المخ كيتواجد فين؟ كيتواجد داخل الجمجمة. والنخاع الشوكي فين كيتواجد؟ كيتواجد داخل العمود الفقري. فهم دال أبين أين توجد الأعصاب. لاحظ، الأعصاب، لدينا مجموعة من الأسهم تشير إلى أعصاب. هذا السهم، هذه الأسهم. لاحظ هنا، إذن الأعصاب توجد أين؟ توجد الأعصاب، في جميع ماذا؟ في جميع أنحاء الجسم. إذن هذه الأعصاب هذه كاينة في جميع أنحاء الجسم، كاينين في جميع المناطق، في اليد، في الرجل، في الرقبة، في البطن، إلى غير ذلك. إذن الأعصاب توجد في جميع أنحاء الجسم. إذن تعرفنا من خلال الوثيقة رقم 1 عن ماذا؟ عن مكونات الجهاز العصبي للإنسان. وقلنا بأن الجهاز العصبي للإنسان يتكون من 3 ديال المكونات: أولا أعصاب، ثانيا نخاع شوكي، ثالثا دماغ. والدماغ بدوره يتكون من مخ ومخيخ وبصلة سيسائية. وتعرفنا كذلك على الموقع ديال المخ، وقلنا بأن المخ يوجد في الدماغ وبالضبط داخل الجمجمة. وقلنا أن النخاع الشوكي يوجد على مستوى ماذا؟ على مستوى العمود الفقري. الآن السؤال رقم 2، سنتعرف عن الحساسية الشعورية. هي السؤال ديال التقصي الأول، ما هي الحساسية الشعورية؟ من خلال النشاط رقم 2 سنتعرف على مفهوم الحساسية الشعورية وما هي الأعضاء التي تتدخل في هذه الحساسية الشعورية. إذا ثانيا أتعرف الحساسية الشعورية لا سونسيبيليتي كونسيونت ثم أنجز. إذا هذا النشاط الذي بين أيدي يهدف إلى جعل المتعلم قادر على معرفة كيف يتم الشعور، يعني كيف يتم الشعور بماذا؟ بإحساس ما. مثلا نحس برائحة كريهة أو رائحة زكية، نحس بشخص ما يأتي إلى الأمام. دكور، إذن سنتعرف على الحساسية الشعورية. إذن أولا سنقرأ: تعمل أعضاء الحس على التقاط مجموعة من المعلومات من المحيط الخارجي، تؤدي إلى الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة تسمى الحساسية الشعورية. تعمل أعضاء الحس على التقاط مجموعة من المعلومات من المحيط الخارجي. إذن هاد أعضاء الحس شنو كيمكنو؟ كيمكنو الجسم من التقاط المعلومات من المحيط الخارجي. نعم، تؤدي إلى الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة. يعني هاد التقاط المعلومات من المحيط الخارجي كيؤدي إلى ماذا؟ كيؤدي إلى شعور بإحساسات متعددة ومختلفة. كنحسو واحد الإحساسات مختلفة، مرة نحسو برائحة كريهة، مرة برائحة زكية، مرة بشي شخص ماجي حيتنا، إلى غير ذلك. هذه هي ماذا؟ هذه هي الحساسية الشعورية. هذا هو ما يسمى بالحساسية الشعورية. يعني يتم الشعور بماذا؟ يتم الشعور بإحساس ما، إذن سنتعرف عليها بالتدقيق من خلال هذا النشاط. إذن رأى أحمد امرأة قادمة فقال: صباح الخير أمي. إذن أحمد كان غادي وتلقى امرأة، ولا شاف امرأة وقال لها: صباح الخير أمي، أي تعرف على أمه. إذن من خلال هذه الوضعية سنتعرف على الحساسية الشعورية وما هي الأعضاء التي تتدخل فيها. أولا نبدأ بالسؤال ألف: أفسر كيف عرف أحمد أن القادمة أمه. إذن خصني نفسر ماذا؟ غادي نفسر علاش وكيفاش دار أحمد باش عرف بأن القادمة هي يمنه. إذن أولا أحمد بماذا تعرف على أمه؟ أولا تعرف عليها بواسطة العين، إذن كيف سنفسر هذه العملية؟ إذن سنفسر هذه العملية بكون أحمد رأى شخصا قادما بواسطة ماذا؟ بواسطة العين التي أرسلت صورة الشخص عبر عصب العين، أي العصب البصري، إلى الدماغ الذي حلل الصورة وقال لأحمد أنها أمه.
إذا من خلال هذه الوثيقة هذه غادي يبان لنا الأمر بالتدقيق. إذا رأى أحمد شخصا بواسطة العين التي أرسلت ماذا؟ التي أرسلت صورة الشخص عبر عصب العين الذي يسمى العصب البصري إلى ماذا؟ إلى الدماغ، الذي ماذا؟ الذي حلل صورة الشخص وقال لأحمد أنها أمه. مفهوم؟ سؤال باء، باعتماد الوثيقة 2 أحدد الأعضاء التي تدخلت في الإبصار. إذا الأعضاء اللي تدخلت في الإبصار واللي قلناها هي أولا العين، أول عضو هو العين، ثم ماذا؟ عصب العين أو العصب البصري، عصب العين أو العصب البصري، ثم الدماغ. الدماغ هو العضو الثالث والمساعد في تحليل الصورة، الدماغ أو المخ. يعني هذو هما الأعضاء اللي كتدخلوا في الإبصار، هي العين والعصب العين اللي هو العصب البصري، والدماغ أو المخ الذي يحلل صورة الشخص القادم. جيم، أبين دور كل من هذه الأعضاء. غادي نبينوا الدور ديال كل عضو من بين هذه الأعضاء. سهل جدا. العين، ما هو دور العين في نظركم؟ العين هي التي تستقبل ماذا؟ تستقبل صورة الشخص. إذا استقبال أو تستقبل صورة الشخص. فهم؟ تستقبل. إذا الدور ديال العين هو الاستقبال، استقبال صورة الشخص. بالنسبة إلى عصب العين، عصب العين دوره هو ماذا؟ هو نقل صورة الشخص من العين إلى ماذا؟ من إلى الدماغ. إذا ينقل صورة الشخص إلى الدماغ. إذا كينقل لنا الصورة ديال هذا الشخص هذا من ماذا؟ من العين التي التقطت أو التي استقبلت الصورة إلى ماذا؟ إلى الدماغ الذي سيحلل الصورة. والدماغ دوره هو تحليل، يحلل الصورة ويحددها ويحددها. يحلل الصورة ويحددها، يعني كيحلل لنا الصورة وكيقول هذه مثلا الأم ديالك، ولا هذه الخالة ديالك، ولا هذا الأب ديالك، إلى غير ذلك. إذا كخلاصة يمكن استنتاجها هو أن الحساسية الشعورية هنا تتعلق بالعين، يعني تتعلق بالإبصار. كيف نحس بشخص ما قادم؟ باستعمال العين التي تلتقط الصورة، تنقل الصورة إلى الدماغ بفعل تدخل العصب البصري أو عصب العين، يحلل الدماغ الصورة ويحددها ويحدد الشخص. يعني هذه هي الحساسية الشعورية، الحساسية الشعورية المتعلقة بالإبصار. إذن الضوء والرائحة من مهيجات الجهاز العصبي. إذن لاحظوا هنا الضوء، الضوء هو اللي خلانا نشوف هذا الشخص. إذن الضوء يعتبر مهيج للجهاز العصبي لالتقاط الصورة، لالتقاط الصورة. إذا الحصة الأولى هي هذه، الآن غادي نمر إلى الحصة الثانية. إذا الحصة الثانية، شمت كمجولة رائحة فقالت ما أزكى هذه الرائحة. إذا هاد البنت هذه اسمها كمجولة، شنو دارت؟ إذا شمات واحد الرائحة وقالت ما أزكى هذه الرائحة، يعني هذه الرائحة عجبتها. إذا هذا النشاط كذلك سيفسر لنا أو سيفسر بشكل أكثر الحساسية الشعورية من خلال عضو آخر اللي هو الأنف، أي حاسة الشم. إذا شمت كمجولة رائحة فقالت ما أزكى هذه الرائحة. سؤال ألف، أفسر كيف عرفت كمجولة أن الرائحة زكية. إذا كيفاش عرفت بأن هذه الرائحة يعني زوينة، الرائحة زكية؟ إذا غادي نفسروها انطلاقا من الوثيقة رقم 3. إذا تدخل الرائحة من الأنف رقم 1 وتنقل إلى ماذا؟ وتنقل إلى المخ. لاحظ الرائحة كتمشي من هنايا وكتمشي إلى المخ عن طريق العصب أو عن طريق أعصاب، داكوغ، عن طريق الأعصاب. إذا لاحظوا أن الرائحة كتدخل من الأنف وكتمشي إلى المخ، ولكن شكون اللي كيديها من الأنف إلى المخ؟ هما الأعصاب، داكوغ، يعني العصب الشمي، كيتسمى العصب الشمي، يعني المتعلق بالشم. فهم؟ إذا هذا المخ ما دوره؟ يحلل ويحدد طبيعة الرائحة، هل هي رائحة زكية أم رائحة نتنة وكريهة؟ فهم؟ الآن سؤال باء، أحدد الأعضاء التي تتدخل في الإحساس بالشم. إذا باء نشوفوا الأعضاء اللي كتدخل في الحاسة ديال الشم، غادي نشرح لكم باعتماد ورقة. إذا حنا عدنا في هذه الوثيقة مشروحة بشكل جيد، لكن غادي نزيدوا في واحد الخطاطة، غادي نبين لكم الدور ديال كل عضو
بينوا اولا الاعضاء المتدخله في حاسه الشم، كذلك دور ديال كل عضو. نبداو اولا بالرائحه. الرائحه هي ماذا؟ اذا قلنا بالنسبه لهنا بان الضوء، الضوء هو ماذا؟ الضوء هو مهيج للجهاز العصبي. كذلك هنا ماذا يمكن القول؟ ان الرائحه هي مهيج، يعني مهيج لك. اذا الرائحه هي مهيج، ثم تذهب هذه الرائحه او تدخل الرائحه عبر ماذا؟ عبر الانف. اذا الانف هو ماذا؟ هو عضو الحس، يعني هو الذي يحس. الانف هو الذي يحس، يحس بماذا؟ يحس بالرائحه. اذا من دوره؟ هو استقبال الإهاجة، استقبال الإهاجة، يعني الرائحة هي التي تهيج والأنف هو الذي يستقبل هذه الإهاجة. ثم تذهب الرائحة عبر ماذا؟ عبر العصب الشمي. الشمي يعني هذا الذي يوصل السيالة العصبية، يعني عبر الأعصاب العصبية هكا. دونك عصب الشم او العصب الشمي هو الذي يوصل السيالة العصبية من الانف الى ماذا؟ الى المخ. الى المخ هو المركز الذي يسمى المركز العصبي، يسمى المركز العصبي، يحلل ويحدد طبيعة الاحساس. دكا دونك هذا المركز العصبي يحدد ويحلل طبيعة الإحساس، يعني واش هي رائحة زكية أو رائحة ناتنة. في هذه الحالة كم جولة أحست برائحة زكية؟ إذن العضو الأول هو الأنف، ثم العصب الشمي، ثم المخ. إذن الرائحة هي عبارة عن مهيج تدخل إلى الأنف الذي يستقبل الإهاجة ويعتبر عضو الحس، تسلك الأعصاب أو العصب الشمي الذي يوصل السيالة العصبية إلى المخ الذي يعتبر المركز العصبي الذي يتجلى دوره في تحليل وتحديد طبيعة الإحساس. هل هي رائحة زكية أم رائحة كريهة ونتنة؟ فالآن غادي نمر للنشاط رقم 3، أتعرف الباحات الحسية. الباحات الحسية، إذا النشاط الذي بين أيدينا، النشاط رقم 3، سيمكننا من معرفة المكان، المكان المحدد لماذا؟ المحدد لكل عضو حس، يعني عضو الأنف فينا هو الحس، يعني كنحسو بحاسة الشم، مثلا اللمس، مثلا النظر أو الإبصار إلى غير ذلك. اذا في ماذا؟ في الدماغ، ديك البلاصه ديالو اللي كيحس بها فين؟ في الدماغ، يعني السياله العصبيه ملي كتمشي مثلا من الانف باش نحسوا بالرائحه كتمشي الى الدماغ، يعني واحد بلاصه محدده في الدماغ متعلقه بالشم. مفهوم؟ اذا الاحظ الوثيقه 4 واحللها ثم ابين عدد الباحات الحسيه. اذا عدد الباحات الحسيه انطلاقا من الوثيقه رقم 3، الباحات الحسيه ليزير سنسوريال، اذا كاين 5. اولا باحه السمع، ثانيا باحه الابصار، ثالثا باحه الحساسيه العامه، رابعا باحه الذوق، وخامسا باحه الشم. اذا عدد الباحات الحسيه 5، يعني عدد اعضاء الحس، وتسمى الباحات الحسيه. اذا هي باحات لأعضاء الحس وتسمى باحات حسية، ليزير سنسوريال. مفهوم؟ إذا الآن سنوضح موقع كل باحة منها. إذا تقع الباحات الحسية في ماذا؟ في الدماغ. إذا البلاصة ديال هاد الباحات الحسية كاينين في الدماغ، وبالتحديد فوق ماذا؟ فوق القشرة، القشرة المخية، يعني فوق القشرة ديال المخ، داكو؟ فوق القشرة المخية، يعني كاينة باحة الإبصار، باحة السمع، باحة الشم، باحة الحساسية العامة، وباحة الذوق. مفهوم؟ إذا نقراو هاد الوثيقة رقم 5، كتبين لنا مجموعة من المعلومات القيمة. ترتبط جميع أعضاء الحس، العين والأذن واللسان والأنف، مباشرة بالمخ. إذا العين كترتبط مباشرة بالمخ، وعندها البلاصة ديالها اللي كتسمى باحة الإبصار، والأذن كذلك، واللسان كذلك، والأنف كذلك، مباشرة بالمخ بواسطة الأعصاب، يعني الأعصاب هما اللي كينقلوا لنا داك الصورة ولا ديك الإحساس ماذا؟ من الأنف أو من العين أو من اللسان أو من الأنف إلى الدماغ، وبالضبط المخ. إلا عضو اللمس، إذا حاسة ديال اللمس ما كترتبطش فقط بالمخ، يعني كترتبط
بجوج ديال الحاجات، بالمخ وكترتبط كذلك بالنخاع الشوكي. النخاع الشوكي اللي قلنا كاين في ماذا؟ كاين في العمود الفقري، في العمود الفقري. فاذا العين والاذن واللسان والانف كترتبط مباشره بالمخ، اما بالنسبه لحاسه اللمس ترتبط بالمخ وكذلك بالنخاع الشوكي الموجود داخل العمود الفقري. دعنا نمر الى الملخص. الملخص نقراوه بسرعه. يتكون الجهاز العصبي للانسان من الدماغ والنخاع الشوكي والاعصاب، قلنا ثلاثه ديال المكونات. حساسيه شعوريه، نشاط عصبي يمكننا من التفاعل مع العالم الخارجي، يعني كنتفاعلوا مع العالم الخارجي، اما كنشموا شي حاجه ولا كنلمسوا شي حاجه ولا كنذوقوا شي حاجه الى غير ذلك. وتتدخل في هذا النشاط العصبي الاعضاء التاليه: اولا المستقبل الحسي، العين ولا الجلد ولا الانف ولا اللسان ولا الاذن، العصب الحسي، العصب البصري، العصب الشمي، العصب الذوقي والعصب السمعي الى غير ذلك، والمركز العصبي اللي هو المخ. مفهوم؟ اذا هذا الملخص. نمر الان الى اطبق واستثمر. اطبق واستثمر، اذا هنايا السؤال الاول اذكر الاعضاء المتدخله، اذا نجاوبوا هنا في هذه الورقه، اعضاء المتدخله في الحساسيه الشعوريه ودور كل منها. اذا اعضاء المتدخله في الحساسيه الشعوريه، ما هي الاعضاء المتدخله في الحساسيه الشعوريه؟ نبداو بالعضو الاول، وعضو الحس، عضو الحس الذي يستقبل الإهاج كيتسمى ماذا؟ عضو الحس. صافي، عضو الحس. الآن عضو آخر اللي هو عصب حسي، شنو الدور ديالو؟ ينقل السيالة العصبية، ينقل السيالة العصبية، هذا الدور ديال العصب الحسي. صافي، إذا قلنا العضو الأول متدخل في الحساسية الشعورية هو عضو الحس اللي كيستقبل الإهاجة، من بعد عصب حسي اللي كينقل السيالة العصبية، ثم المخ اللي هو الباحة الحسي أو لا عبر الباحة الحسي، داكوغ، عبر الباحة الحسي اللي كاينة هنا فوق، الباحات الحسية اللي تكلمنا عليها. إذا هادو هما الأعضاء المتدخلة في الحساسية الشعورية والدور ديال كل وحدة فيهم. إذا هنايا قلنا العضو ديال الحس، إذا هنايا قلنا عضو الحس إذن هنا قلنا عضو الحس يعني يستقبل الإهاجة، عصب حسي ينقل السيال العصبية، والمخ هي الباحة الحسية يعني يحلل طبيعة الإحساس، يحلل طبيعة الإحساس. مفهوم؟ طبيعة الإحساس. مرو الكاستيون دو، جو سيت لي زورغان كي فورم لو سيستيم نيرفو، يعني غادي ندير المكونات ديال ماذا؟ ديال الجهاز العصبي. حنا تعرفنا على المكونات ديال الجهاز العصبي، دونك لو سيستيم نيرفو، لو سيستيم نيرفو اي فورمي دو كوا؟ اي فورمي بار لونسيفال اللي هو الدماغ، دماغ، اي لي نيرف اللي هما الأعصاب، اي لامويل ايبينيا، النخاع الشوكي، النخاع الشوكي، النخاع الشوكي. إذن هذه هي المكونات ديال لو سيستيم نيرفو اللي هو الجهاز العصبي، الجهاز العصبي. عندنا الدماغ، عندنا الأعصاب، عندنا النخاع الشوكي. الدماغ قلنا كتكون من ماذا؟ من مخ اللي هو لو سيرفو، وعندنا المخيخ اللي هو لو سيرفوليت، داكوغ، وعندنا اللي هي البصلة السيسائية اللي هي لو بول راشيديان. دونك وبهذا غادي نكونوا كملنا الدرس ديالنا ديال الحساسيه الشعوريه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الدرس هذا في النشاط العلمي، ولا عجبتكم الحصه ديروا لي في كومونتير الدروس اللي خصكم انني نشرح لكم. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.